عليكم. تكبيس يا ربعي وشير. يا جماعة فوزوني عليها، عندي لها حكم. هذا أحكامك عشان تبطلين تغيرين المكان علشان أحكام، راح تشيلين الستارة وتردين تركبينها. يلا يا جماعة تكبيس وشير. سارة انت تجين تستقوين عليها بالبلد؟ سارة شو قلت مجسم؟ المستوى ما يجيني لما اشوف مستوى، فانا شفت مستوى فقلت لازم احكم حكم. لا قولي روحي انت يا هاي 220 قلبين يا جماعة. جاهزة للاحكام؟ نص نص يا جماعة. تكبيس وشير يا جماعة، تكبيس وشير. الدبل الدبل الدبل، ما بيصرخ، لا تخلوني اصرخ، لا تخلوني اصرخ. الدبل طلعت الجيران يا نورية. الجيران حطيتي عازل، مو لجيتي لنا بالعازل وحاطه سماعه. ايش حقه حاطه سماعه؟ ماني حاطه سماعه، السماعه فاسختها. ركبيها بدال لا تاكليها، ركبيها. فاتحه الشباك العازل من ركبته غرفه نار. رحبي اسراء بعد يعني هم ما خلصنا. الحين مو الجارة بس، الحين حتى الشارع يسمع. يا جماعة تكبيس وشير جاهزة؟ انت ايش قاعد ايش قاعد تسوين؟ جاهزة تنفذين الاحكام؟ يلا ايه شنو احكامك؟ امسكي سكورج حبيبتي. شنو احكامك؟ خلصي امسكي سكورج. اها خلاص خلاص يا سخيفة، خلاص خلاص يا اللي ما عندك مستوى. خليت لك المستوى يا عم مستوى. شيرو تكبيس وشير. احط صاير داعم انت من وين؟ ادري ادري العنود عندها، ادري ادري العنود مستشرة صار لها كم يوم. العنود أهون عليك. لا يا العنود لا، لا يا العنود لا. تجوي يا العنود تجوي منك بالذات تجوي. انت مع مين قاعد تطلعين؟ ولا شيء، قاعد ارجع سارة الأولية. ابي ابطش بالناس الحين، مو قادر تجيني سكرات. ودي ابطش، ابي اطغى، مو قادر اطغى للحين. يا ريت لو شفتي تعليق حبوب بعد قلبي والله قاعد اشوف. طب ايش رايك تعالي نسوي هذا؟ ايش فيها كذي بروحها؟ ليش اتركيها هاي بحالها؟ اتركيها اتركيها ساره، بقصها بحكم. هذه ابوس ايد امك اتركيها. لا تلعبين معاهم. ما اقدر ما العبها. من يقول لا تلعبين معاه؟ واحد ما عنده سالفه. زين يقول شو تلعبين مع حبابك؟ لا مو معك، مع اللي قبلك. زين منو تسولف علينا مين؟ تفكرين انا حياتي شو اسوي؟ غيريها حياه، جيبي حياه جديده. مسوين تنزيلات على الحياه بالسوق. ازعل منك ترى، كل شيء ازعلكم. تذكرين شمايل اللي مو شمايل اللي تلبس نقاب وتحط ميك اب؟ جديد معاها ومع راوية وأسدي سليمان دشتي. تحوي راش شمايل ولا ما أدري، بس هي بأمريكا مو هني. حكمت سيج؟ لا والله ما قالت، ما عندهم مستوى خلي يطلعون. مع أني جايبين سكور بس طلعت عادي. عليكم السلام. أنت جايبة سكور ولا هي؟ هي وراوية. يلا الحكم الأول. ما يستر، تعال نجيب ناس حك عليهم. زي الحكم ما ينطيني حكمك يا اخي، انت عجيه فاشله بس قلبي ما ينطيني حكمك. تضحكيني هبه. هبه فانزج داشه عندي مكتوب كاتبه حكمتك. والله من يعجب. هلا الفوزان. ايه مش دراني منو هذه؟ خذني هذا اكسر اللي بعث لك بعد عيني. والله والله لعبتي اللوحات هذه. منو تبين؟ منو تبين؟ منو بي عندي تجيبي؟ صوص. تبين صوص؟ راحت صوص. ما تعرفين صوص؟ راحت صوص. ما بينوش. مين صوص؟ غني بحبك. صوتها حلو، تغني تنفذ احكام. مطربه هي؟ لا بنوته.
عجل بعدين والله كل هذيل يلعبون، انا ضايفه 10,000 ليش كلهم يطلعون ما ادري. انت بس مكونتي اليوم كد استي اليوم على قلبك. زين يبي منك وخلنا نشوف نرجع الرباعي. ما عندي حدا يا ولي. وين حنوش اليوم؟ ما ادري حنوش صحي صار لها كم يوم ما تبيني. لا البارح صحيت كنا نلعب مره امس وياها هوش فيك. لا وجودي وجودي صار يعني صوتك مو حلو. زين شوفي خلينا ننطر ويجينا الرباعي. اسمعي شوفي انا كنت اكل بزر. سمعيني زي سمعيني للاخر خليك تكملي شغلك. معني والله العظيم جد انت حالك خلص مسلك ويت ويلكم حيك الوافي. أه والله خليني اكمل. كنت قاعد اكل بزر. حلو الكلام؟ لا ما زعل حبيبتي هبه ايش دعوه. المهم فامي جابت لي عشا بيبي جايب عشا شاورما ما اعرف ايش. ذكرتك لما جابوا الشاورما. المهم من زين ما تذكرتش لما جابوا شاعب اني سوريه تقولين شاورما؟ لا ساره سمك العافيه. لا مو انت تحبين الشاورما؟ لا ساره لا لو سمحتي don't touch me شاورمتنا مشان ما نجيب طاري ديايتكم. حبيبتي اطرينا ديايتنا. شنو كان درسك اليوم؟ ما انطيت درس اليوم. اعطينا درس. ورعيفك كل يوم درس سارة ما انت الله. اي اعطينا درس. ما اريد بسألك سؤال وبشوف وجهة نظرك. انا وجهة نظري انه تعرفين الشخص اللي يحبك لما تشوفين شلون يفرح لك مو شلون يزعل على زعلك. هاي علا. هلا علا. هلا علا. اهلا اهلا كيفكم؟ تمام الحمد لله. انت شلونك؟ تمام الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله بخير ان شاء الله دوم. شو اخبارك علا؟ عندك مستوى؟ والله ما بعرف انتو حالكم. جيبي حدا رابعي ساندج لان انا وسارة ناوينا اليوم نبطش بالبرنامج. اي والله فيني طغيان. يلا كنت روقة وضعكم. ليش؟ يعني رسمة لكم حوت. والله ايوه سبتنا كأنه صح سارة ما ادري مستهينة صح. يلا معلش معلش ما تتواخذ عادي. علا بسألك سؤال. طب جيبوا رابع. انت في مرة جيت الملتقى الاعلامي عندنا بالكويت؟ أنا ولا مرة رحت الكويت. يا ريت. أوكي بس كنت بتأكد. خلي حبابة تحكي لبناني. لعبتي اللبناني. يلا احكي لبناني. لعبتي اللبناني. هذا بومرينيان. فرجيني شوف. مكسور. يا عمري شو كسره يا قلبي حار. ليش مغلفة راسه؟ عشان إيده فيها سياخ عشان لا تأكل إيدها. عشان حكتها ايدها ما تعضها. اخي يا قلبي حرام. ليه فاتحه الجبس؟ مو انا الدكتور. خلاص فتحها الى 5 ايام. شلون انكسرت شلون؟ ماني لسه بدون شيء. شلون بدون شيء؟ وقعت من شبر يعني نطت من شبر حرفيا شبر. بس هي مش يعني هي بالعاده اوقات بتنط من الكنب بس صحيح. نطت من شبر انكسرت. وانو صايب هاي جربي بدون سبب. نازلة غلط كانت. ايه هي نزلتها. استنى اشوف رابع. تيكب صح؟ بنات شيروا البث. نجيب منو ما كيف بدك عني تغيب. وخلاص يا خلاص يا سارة خليها تجيب المتهالكة حدا رابع. أنا جبت لك إبراهيم. يعني إذا كنت أنا متهالكة إبراهيم مستحيل يكون متهالك. لا حبيبتي متهالك لعبة وياه أول البث. إبراهيم أنت متهالك؟ زين تبين أوريك فيديو الحين واحد قال لي بس متهالك نزل عليه 170,000. لا عم بيقولوا عنك متهالك كثير وش مش شوي. لا ما قلنا عنك أنت. قلتي بجيب إبراهيم قلنا لجيب إبراهيم مشان يتحسن مستواك. تقعد تكذبين علا. خفتي على اساس انه بدك تاخذي التيك توك رايح جاي رحتي وما عاد رجعتي. انا قلت اخذ اللي ما عندهم مستويات مو ابراهيم. ما حد جاب طار ابراهيم. ايه جايز كابس وكابس. شلونك ابراهيم؟ والله بخير الله يسعدك. الله يسعدك اس او اس هيلب. شنو هذا تكبيس يا طبعا ثلاثة ترى. تكبيس وانا معلم تكبيس. اللي خلص تكبيسه عند حبابي تكبيس عندي.
ثلاث تكبيسات ورجعوا مره ثانيه. مكبسين؟ لا لا ثلاث تكبيسات ورجعوا. هلا دخيل ويلكم نورت. مش مكبسين. لا لا ما هو بسبب المكبسين يجون الداعمين ولا حظي. طبعا طبعا صحيح. انا داعمين ابراهيم تعوا كبسوا عندي ما عليكم عمر. انا داعمين عندي مكبسين يسوون قلبي. البيت كله قايم عليهم. شلون شلون؟ أنا المكبسين عندي البث قايم عليهم. أوكي. صلاة سلام عليك يا حبيب الله. يا حمارة برطمي. لا 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 لا. تكبيس وشير تكبيس وشير تكبيس. ولا شيء أنا ورفيشتي قاعد نقطع على بعض عادي. هذه بموت منها بموت بموت. خلاص انقعيها بمي سوأتي بين أنت وشعرت شن منكوش. منكوش من الهوى مال. مكشات رحت مكشات. اي ربع يا جماعه تكبيس ست وردات عندي وانت ساره وصلت القمر سوات حقك هند ذكر ست وردات عندي وعن ساره خلاص يا ساره ورد يا حوين فاضي ما في ناس وظلمه فما صورت هاي ميم كفو يا ميم هاي ايش تحلمين تاخذين الجوله يا عود دبل جايز دبل يا حلوين دبل يا حلوين دبل يا حلوين دبل يا حلوين كفو جايز دبل هلا بدر حفظه الله ورعاه وين ما راح ولكم شنو جايز سكورنا الحكومة دخلت علينا كفو 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 الحكومة دخلت علينا بنات تكبيس وشير ولكم شباب حكومة أي شيء حكومة ما عندنا هنا شكرا اللي عندك حكومه يا جماعه تكبيس وشير حبيبي 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 سكوري يا بيواي مرحبا يا بعد الدنيا نورتي بكشخ بكشخ كشخوني بسكار ما تفشوني كشخوني شباب كشخوني حتى انا شنو هذا انت ليش قاعد ترتوت لان قاعد اشوف ستوري تو ستوري ما يسوي الحين ستوري ما يسوي شير 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 شو اسمه ولا لافي لافي بنت صح؟ شو ابراهيم؟ سارة بنات وقت جيت على تركيا كل ما تشوف شيل بدر ارحب لك شو شو قلت لافي شو؟ الفضاء هو شنو ليش حطيت لا بس عامل عملية فما بصير تلاقيك كلب جربان حزين صايب حالة اكتئاب قاعد بس عشان لا تعض ايدها عشان لا تعض عشان لا تعض ايدها لانه لك ايدها فيها قطب فتحكها فعادي تعض ايدها من الحكة وترد تجرح نفسها مرة ثانية اوكي بابا والله حلو من بعد عيني شباب يبي لي واحد عيش حط حتى باسكو شو؟ يبي لي واحد نفس هذا بحطه حق تباسكو يكيف سامري ولكم يا سامري وصلني ورد عرفت شكرا يا جماعة تكفون البث لو سمحتوا الجولة ما تروح علينا بدينا بالورد إذا سمحتوا ولكم دوت لوان وجه واضح بيصلك هدايا يا لوفي سارة وجه واضح سارة واضح عزيزي يا عزيزي شو حبابة ها علي والله يا حباب انت المستوى كله انت المحزن المليان حبيبي سارة حبيبي. اصلا انا بدونك اضيع يا حباب لا مو امك كان شويك ساره انت مش مو تقعدين راحه سويتي بينا الجوله يا جماعه ما تخلوا علا تفوز علينا انت ليه حبيبتي ما افوز علينا ما تخلوا علا شويك علا ليه ما افوز ما راح تفوزي ليش انا هاي لعبنا تناخه ما بنخاف نحن لما اجوا داعميني شافوا لعبوا ليش احنا ما لعبنا تناخه اي يلا لعبوا او ماي جاد تيم جولا يا ويلي يا ويلي اضرب انا شو مشحره اضرب انا شو معدله يلا يا جماعه حي القفاز حي حي القفاز قطب القفاز شدوا 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 ما تصرخي ما تصرخي ما تصرخي انيلك الجوله النا خلص ما تصرخي يا الله ما عندك ايش موجوده العنود موجوده كلهم هون يقبروا قلبي جحفلت حيكم حيكم حبيبي يا ايش العنود يا حرام يا حرام يلا 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 ربع جولتين يلا لسه ما شفتي لا حبيبتي لا حبيبتي قوم نفذوا احكام
لا ايه سامري لو سبع اسمك الله لا يضر جولتين جولتين ننفذ لك حكم جوله ما ننفذ حكم اذا تطيرين بعدين تقولي لي والله ثانك يو والله كل شيء تكريس 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 بعدين عندي عندي الابيه لو كنت كبس والله سبسين مشيرين بس العند العند ساره صح صح وش بيكم ما ادري شكرا على الشلب هل عند ساره ممكن تصحصحون تكبسون ولكم سكيت مية من اللي عندي ممكن تروحون تكبسون عند ساره الصوره هاي 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 ويلكم ماي وولز باك الله لا يضر لا طناخ للطناخ عنوان حيك يا لارد حيك يا لارد حيك يا لارد والله ما احب اقتل مدكم من زود والله ثانك والله لا يضرك اقسم بالله للطناخ عنوان تطلع طناخه كبير يروحون يكبسون عند الطناخه عنوان ويشيرون عندها شيروا لداعمينها قولوا لهم تعالوا معادي وافي وافي يا سامري يا قلبي انت الله لا يضرك شيركم يجيب غيركم تكبيس وشير ابراهيم هلا شلونك شو اخبارك لو سمحت ما تحكمنا تيجي تحكي الشخص لا انت انت وايد اخترتي غلط ابراهيم حكمك علي انا مالك شغل لورد مقرري من اللي يحكم اكبر عدد بالله ابراهيم يحكمني انا ما يحكمك ليش يحكمك انت يحكمني انا ابراهيم انا ابراهيم من على بعض ثانك يو والله شكرا لورد خال انت ولا انت خلاص ها ولا انت خلاص اسهليها بس ما عليك خلاص شيرات 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 كفو 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 تكبيس ووزع خلاص يا سارة خلاص يا خلاص يا ليكم مين اخذ قفازها جولي شفتوا لايف انه مش عم يطلع ست وردات من ست اشخاص ما عم ببين اني لايف ست وردات من ست اشخاص العب وين ويلكم ويلكم جيش حبابه شارك تمريني والله سامري شكرا شكرا وارد ملاك تريدين شب خاص سامري انا ما قلت ملاك انا لقمتها بلوك ممكن كلكم جاي تدور عندي سيروح واحد تدعوا لسامري دعوه الله يحفظه ان شاء الله انا مو قادره اشوف عدل اصلا شباب تكبيس 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 جماعه تكبيس نحرك الخط لو سمحتوا ليش نام تباكتوا ممكن هاي 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 فتح الدبل 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 انا عنده قفاز يزيد مع الدبل خيكم شو يا حبابة شفتي شو شفت شفتي انه ما بتفوزي على علا والله خلاص يا علا شو انت اللي قدام تهايطي خلاص يا علا تكبيس وشير لورد وسامري والله الله يسعدكم ويملكم من جود والله ما أخسر هاي الجولة تكبيس وشير مشعل ثانك يو اللوحات شغلتنا حبابة كسر وإحنا نبعث لك بعد عيني ما تقصرون كفو الكفاز اللي نزل حاولوا تستغلوا إذا سمحتوا يا جماعة إحنا ما نطبق تلاف ممتلكات تكبيس وشير شنو تلاف ممتلكات يعني سارة يعني ما قص سماعة ما اكسر لوحة ما انتف ملابس ما اتلف ممتلكة قفاز قفاز لا يخلص لا يخلص نود حبيبي بعد عيني ارحب يا سامري سامري انا اللي عندي شنو مومياء والله سامري ولورد ثانك يو والله ثانك يو والله شكرا حيك يا سامري حيك شكرا وردة الحمراء ثانك يو سامري يا سامري يا عمري الله لا يضرك مد من زود يا قلبي الله لا يضرك يا العود بحد مشغل اغني ولا يا قلبي ابراهيم تباسكو كيف شعره المهم الجوله يا جماعه صرخت فجاه يا رب الله لا يضرك والله شكرا جايز شكرا ما اي والله سامي ولورد مكبسين كلكم والله ثانك يو ولورد بي 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 يا روح انت يا سامري انت اللي تستاهل الطيب هو يا عمري اللورد هو هذا الراعي الرسمي للكلاب احبهم الكورجيات صبر حبيبي يا نوري مستحيل هذا يجيب السكور تبعك يا جماعة قطوا قفاز يا جماعة لا تخلون اللي عند حبابة بروحها اللي عندي يا جماعة حبيبي عنود يا ميري
هي مو انت. اي اوكي والله شكرا والله شكرا والله شكرا. مسيرتك ليش ما عم يزبطوا على القفاز؟ حرام. وين الصليب؟ منو شاف صليب؟ هو القفاز ما قاعد يشتغل. ليف ورده هذه. هلا سارون رجع 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 جو 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 ثانك يو والله شكرا علي. الله يسعدكم. قلت لك ساره لا تهايطين على علا. لا تهايطين انت ما بتعرفي. الله هايط الله هايط على علا. ما بتعرفي مين عندي. الله هايط على علا. يا ساره اقعدي انت قد علا. يا جماعه كفوا من الداعمين اللي عندهم الحب الاول. فولو للداعمين. حلمي فوز على علا تشاتشا هناك. الله لا يضركم. اغنيه هاي مثلا ايوه الحكم الثاني تكتبي بالانترو علا سكرت ملفي. حلو الحكم الثالث. سارة سم سم العدو. نسألك خمس أسئلة. حصان اللي قبل شوي خذيتيها انت. اوكي سألينا خمس. لأن رضاعي سوري علا أنا مفروض أحكي. لا لا عادي ولا يهمك. لا أنا توني ماخذة منك. لا لا عادي 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 خذ راحتك إبراهيم تحكم. الله يسعدك إبراهيم الله يسعدك. ولا حب كبير للي عند التامري الله لا يضرك لورد دعمي اللي هناك ما قصرتوا. نشوفكم على خير جميعا. على خير يبقى على خير. أحاول ما يصير. شنو اللي تحاول ما يصير؟ ثانك يو يلا سألينا خمس أسئلة يا علا. حسين أنا بروحي ولا ويا وحدي؟ حسين أنا وين الحسين؟ أو صح نحن ما بنعرف يعني حبابة. مين أكثر حدا بتحبيه بالتيك توك؟ سارة من لا لا بدنا شو ممنوع تجاوبي من اللي بالقست على خلي الكومنت يجاوبونك. لا 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 ما راح تصدق ما راح تصدق ما تعرفي والله جد سارة والله. طب مين أكثر حدا بتكرهيه؟ أو ما بتحبيه أو بتحسي محتوى ما بيعجبك أو ما أكرهه بس ما أحبها رين. رين بل عرفت اوكي فكرت ان حدا ثاني. طيب مين تعال نجيب لانها حكت علي يا مو لاني شيء. شكرا الدولة. اهلي هاي حلا. اهلا حلا متكامله انا وياها بنات الله يقلعكن. حلا مره سبينا بعض انا وياها ترى هي طلبتني يعني عارفه انك معي يعني هي جايه علشان انه تسوي مشكله يا حباب. انا ما حبيت تخصني. ويلكم الدولة. انت ها انت اللي مره كنت ويا كيف. انا هلا سالتك مين اكثر وحده ما بتحبيها قصدك عن حالها هاي. انت مسوي حالك تفتنين انت وقنازيعك سبعك سبع يا الله حب شفتي هجم متخانقين. لا والله كنت مزح. لا والله ما احنا متخانقين. لا انا كويتيه يا ابنه. لا لا ما احنا متخانقين على فكره يعني ترى هي ارسلتني وهي بتعرف. والله مره غلطت علي ورديت عليها عادي. ليش تحسسون البنات؟ ما ادري انا شوفه تغلط علي ارد عليه اسكت عن حقي. هلا فيك هلا والله. والله حقك يا حباب حقك. كملي اسئلتك ضلي ثلاث اسئله. شو المشكله اللي بينك وبين حلا؟ مره كنا طالعين بجيست فكانت مسويت الميوت اخر الجوله شالت الميوت وما حكيت معاها واتحداها ذا قدامها. ما حكيت معاها ولا تناقشت معاها ولا سولفت معاها ولا تقول على فكره حبابه انت مو حبابه ابدا. قلت لها من الطلب رايك شالت حالها وراحت. اوكي لان دكتور كان اسلوبها جدا مستفز. لا سارة هلا والله. هلا والله سارة. هلا يا حبابة. الله حبابة اسمك؟ لا لقب. لقبك عولا كيفك؟ ايش مصدوم؟ اهلا دكتور. ايه بلش سؤالي انا خلصينا يا علا. خلص خلصنا بس جيبي حلا بس لو انها موجود جيبها تفهم من قنازيعها. ما خلتوني ارد عليها يا اخي. جماعة شدوا تكبيس وشير يا جولة واحدة. اوكي جولة واحدة اوكي مسموح كل شيء. لا جحفة لا تشطب. يا سلام واذا جحفلنا بس يا سارة يمسير جولتين. شفتي خليها جولتين. هلا بحكي لكم القصة عن هيدا الموضوع اللي كنت عم بحكي لكم اياه. دكتور عبد الحميد دكتور ايش؟ انا بالقانون العام حبابة يعني دكتور اكاديمي بالجامعة. دكتور جامعة مو دكتور طب. انت بتروح على الجامعة؟ بتدرس؟ ايه ما شاء الله. ما عندكم قسم محو أمية بناتنا يريدين يدرس. سامري انجليزي شير اهدا. انت صديقة موراكو كمان حبابة؟ ماروكو. ماروكو يعني طب طلابك بينجحوا؟
والله هلا انا صراحه علمت طلاب ماستر ولئيم شوي يعني، لاني صراحه تعذبت لاخذت شهادتي يعني. الكاملور كيف يعني؟ يعني انه ما بستحق، ما بنجحوا. ما بيغش يعني؟ ما تغشون؟ ما عم هلا عم باخذ بس اشراف على رسائل يعني، انا بحكم طلاب عرفتي كيف؟ ما تفوتون معكم قوبيات؟ تفضل سامر يا عمايلك. لا لا صباح النور. بلا لازمني هلا يعني ولا مره رسبوا مثلا طالبات؟ طالب بالطلاب؟ طالبات ما اجاني، اغلب الطلاب اللي كانوا عندي طلاب شباب واغلبهم من العراق. ليش انت شو بتدرس؟ طلاب حقوق. ايه معقول ما في طالبات؟ ما ست وردات من ست اشخاص، لاني انا عم بكون اشراف على رسائل علا. بتعرفي شو معنى اشراف؟ رسائل دراسات عليا يعني. أيوة. ماستر رسائل ماستر. وين وين باي دوله؟ باي دوله؟ بلبنان. انا انت لبناني؟ لا انا سوري. ايه درست بلبنان؟ ايه انا درست 13 سنه من حلب. هلا يا اهلا وسهلا. هلا والله حلب قرايبنا يا اخي. ما بيننا انت من وين حبابه؟ ليه؟ من بيتنا من الدير. يا هلا باهل الدير. ورده ورده انت شلون اول مره؟ صار لي 3 سنين بالبرنامج يا جماعه. تكبيس وشير يا حبايبي. تكبيس وشير. تكبيس وشير. تكبيس وشير. الدبل 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 الدبل. اعملوا شاي. مين ضرب قفاز؟ سيامو. ترى عنده مستوى. عندهم مستوى. ورجونا السكور على احنا لا نخشى شيء. ساره مليون مره جايبك وقت تكونين معي. لا تخشى. الله 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 الله. هيك المهم. كفو يا سيدي. عليكم السلام يا هلا. سامري والقفازات ما عم تزبط معه. لا لا القفازات حتى عندنا ما قاعد تشتغل. عليا شكرا. كفو والله حرام. كل اللي في يلزمني دكتور حقوق. روحي انت حقوقي والله. روحي انت كتبي هناك. انا ما اوصل رسائل. انا هلا كل البنات عندي صاروا بدهم يدرسوا حقوق. صار بدهم محاميين. إيه صاروا بدهم يدرسوا يعني صار لها حق والطالبه بحق. لا انا إيه انا يعني زي تقولي ساره قولي لي يجي لك. إيه حلو جوك. ها إيه. شكرا. ثانك يو. شكرا. كبسوا شيرو. انتبهوا لموضوع الجحفله. انتبهوا موضوع الجحفله يعني. ساره وحبابي صراحه مستويات عاليه يعني. ما فينا. لا لا ما عندهم مستوى. هلا يلا بس اقعدي اقعدي اقعدي. قام حظك عندنا. اقعدي لا تقعدين تسوين ما عندنا مستوى. اهدي مامي على واتساب علشان هلا لقمتي وبعدك لقمه. فسوري لما يتحرك سكورك عن سكوري بعدين احكي معي. لا تعاملين معي هيك. لو سمحت حبابه بس يتعدى سكورك سكوري احكي معي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وانا شكو اسال احكام سلخ. تلعبوا احكام سلخ؟ اي تو احكامات. شنو تخيل يا عبد الحميد خلتني انزل البرد واعلق حالي بدال. كفو. امزحي. لا 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 50 ثانية. اوعى. انتبهوا 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 يا جماعة. لا تروح الجولة بليز. طب هلا انا بحكمك حبابة اذا ربحت. احكمني يا عبد الحميد. مين ضرب خير؟ ليش غيمة قبل بنص ساعة؟ لا ارموها بكرة يعني. ليش؟ ايفالونا راح اعطيك ميوت ترى. لا تكررين. اخر 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 30 كبس وشير. كبس وشير. ايمون حبابه رنوش ترى يقول لك اريد يحكم. شبيش رنو بعتيني يا لي. ليش الغيمه؟ ليش؟ او ماي جاد او ماي جاد شينج. انتبهوا. ها اهلا يا رونو. تديري كل ابو فرح عشتها. سارة عم تضحك. معقولة اجى حفلونا؟ اجى حفلونا الزمن. ما ادري. اي دونت نو. رنوش قطعت. ثانك يو لورد. ثانك يو سامر. رنوش شقت اثمنا. احكامكم. حبابة جاهزة للاحكام؟ احكم. راي اعمل لها ميوت لسارة ولعلا. أسئلة سريعة. والله لا أسوي لك ميوت. يلا. هذه باختبار. هل تؤمني بالزواج؟ نعم أو لا؟ هل تؤمني بالزواج؟ نعم أو لا؟ لا أنت أسأل سؤال واضح. شنو هل تؤمني بالزواج؟ سؤال واضح. هل تؤمني شو بالزواج؟ يعني مؤسسة الزواج تؤمنين فيها ولا لا؟ ولا ما بتؤمني فيها؟ بالوقت الحالي مؤسسة الزواج فاشلة. طيب يعني لا.
ما في شيء اسمه هل تؤمني بالزواج؟ اسألني هيك ذا السؤال. طيب مؤسسة الزواج فاشلة. مؤسسة فاشلة، مؤسسة الزواج فاشلة أو ناجحة؟ فاشلة بالوقت الحالي. طيب سامر ولورد بيؤمنوا. بتأمني بالحياة بعد الموت؟ نعم أو لا؟ ما أدري. من أركان الإيمان. لا من أركان الإيمان. علم عند الله. اشو كنتي سارة؟ خليني اجاوب على 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 شو رايك شو رايك شو رايك بمقوله كل ما يحدث لك خيرا؟ اكيد كل ما يحدث لنا خير شو من كان أكيد. يعني انت مع هيدي المؤمنة فيها انت دخلني ملقمني ميوت خير لكم. طيب شو رايك بمقوله انت سيد ما تخفيه واسير ما تفشيه؟ سيد ما تخفيه انت سيد ما تخفيه واسير ما تفشيه. اي طبعا لانه احيانا تفشي سرك عند اشخاص مع الايام يستلمون ضدك. حلو واسير ما تفشي. خلاص يا علا هو ما قال اشتا تدرس ليش مش عاد تديني ميوت؟ انا اعمل له ميوت والله لا ما اقدر معطيني ما اقدر اسوي لعلا. شو 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 بتخافي اكثر؟ الموت، مستقبل الفشل، غدر الاصدقاء، وخيانة الأحباب؟ أي واحد؟ واحدة واحدة بلو عيش ما هو على السريع حتى راكض وراك عبد الحميد. لك مشان ما أزعجك أنا. الموت، المستقبل، الموت، المستقبل، الفشل، غدر الأصدقاء، خيانة الأحباب، أي واحد بتخافي منه أكثر؟ الموت، الفشل، المستقبل، غدر الأصدقاء، خيانة الأحباب. ولا واحدة كلهم كل يوم ولا واحدة فيهم ما بيخوفك شيء أبدا؟ لا عن جد ولا واحد؟ لا لا الموت حق بحياتك انت. لا الموت حق. المستقبل لو بدنا نخاف منه ما خطينا خطوة لقدام. الفشل اللي ما يفشل ما ينجح اللي ما مر. شو درسي شو درسي حبابي انت؟ انا درست مدرسة الحياة يا عبد الحمد. والله برافو عليك والله برافو عليك. طيب رتبي لي من حيث الأولوية: فلوس، كرامة، صحة نفسية، حب. صحة، فلوس، فلوس، كرامة، صحة نفسية، حب. أيوة رتبي لي من حيث الأولوية. كرامة البني آدم أولاً. أولا. صحة ثانياً. خلاص اقعدي هو يسألك اللي يسألني أنا بطلت أجاوب. يلا أنا أطلع من الامتحان جاوبي بدالي عول. عيد عيد لي ياهني خلاص علي لا تدخليني بجاوبي. فلوس، كرامة، صحة نفسية، وحب. الأهمية أكثر واحد أهم. شوف لما تكون صحتك النفسية عال العال كرامتك تندرج تحت لأن بعض المختلين العقليين ضيعوا كرامتهم. فالصحة النفسية الكرامة شنو ظل خيارين؟ الفلوس والحب. الفلوس وبعدها الحب. طيب آخر مرة حكمتي فيه على شخص وانت ما بتعرفيه امتى؟ ما فازت. آخر مرة حكمت فيها على شخص وانا لسه ما أعرفه قبل كم يوم. طيب اخر سؤال لك حبابة، اذا قدامك هلا 1000 متابع واكيد في 1000 متابع عم بيحضروك، ايه شو ممكن توجه لهم رسالة؟ انا دائما اوجه لهم رسالة بكل بث قبل ما انهي بثي اقول لهم كلمة: خلوا عندكم مخافة من الله بكل شيء تشتغلون بحياتكم، اي خطوة تخطونها بحياتكم خلوا عندكم مخافة من الله بها. برافو عليك. لان الانسان لما يكون عنده مخافة من الله تمام ضميره حي بكل شيء يسوي فراح ينجح راح يلاقي نجاح بأي شيء يتوجه له. ميمة حبيبي انبسطت فيك كثير يا حبابي. الله يسعدك يا عبد الله. الله يسلمك. يعني صراحة إنساني واعي وراقي يعني أنا ماني ما بعرفها صراحة أول مرة أشوفها بس إنساني. الله أنت الراقي يا عبد الله. بتجنني خليلي قلبك. لا لا لازم تسوي لنا نقاشات هيك لشغلتين عبد الحميد. شوف انا دائما عندي هيك دائما عندي هيك فانا انسانه انطيك اياها بالوجه ما احب اول شيء تفيدنا بنقاشاتك الجميله انا احب النقاش من هذا النوع. ثاني شيء تخلى البنات يكبسن عندي لان البنات يحبن يجلن عيونهم يعني يشوفون المناظر حسنه يظلن موجودات عندي بالبنت فكن ضربت عصفورين بحجر واحد. بحجر واحد الله يسلمك يا رب. ووجود علا وسارة قاعدين الولد عيني تلعبوا جولة ثانية؟ تلعب جولة ثانية يلا فوتوا هي عادي معنا مشكلة يلا لك شاك تجي تضي عشان تحكمني نحكمك هلا سبع سبع عثمك يعني ما تخلى عن سارة بفريقي لو سمعتي. آها خفالينا كثير في أسئلة كثير خفالينا قعد يا خلاص يا علا كبسوا 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 كبسوا
كبس وانا عندي انا عندي اسئله حقها. شو تكبيس تكبيس؟ شو يعني سبعش؟ تكبيس تكبيس بعد عيني بعد عيني واقصر. شير 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 ميمة ممكن تشيري للطبقه المخمليه اللي عندك؟ بناتي شايكم بتكبسوا؟ لان واضح انكم ما بتكبسوا ترى، يعني واضح انكم عندي ما عم تكبسوا كمان. اللهم ارزقنا مطنوخ من حيث لا نحتسب. شدوا هيك شوية تكبيس يا جماعة، أسرع أسرع تكبيس. حباب أريد أتجوز، فاتحة بسطة نسوان آني عندي بلبة، إيش بيك يا حناش؟ يتجوز. لا يا صديقتي، أنا اسمي عبد الحميد، راي أعمل عمرة بعد كم يوم إن شاء الله. والله ما شاء الله تبارك الله. الله يتمم عليك ان شاء الله ويهنيك فيها وتقبل طاعتك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك يا رب. عقبال يطعمكم ويطعمكم اياها ان شاء الله يا رب. امين. اي والله كبسونا شويه يا جماعه اسمع. خلي يدي ايلي ان شاء الله يصير من نصيب وشنوف. كبسوا بنات رنوش، اقعد انت مجوزه وعندك ظنه سبع سبع وثمج ما تستحن ولا تخجلن. يا ويلي منه. جوزها معانا بلبث كمان، بس هي فايته بحساب مخفي مسمي حالها رنوش. بقى مين جوزها؟ انزل عشان تروح تاخذ راحتك. جوزها موجود بلبث. فوزوني عندي لا اسئله صلح الموضوع يا هذا. انا ست وردات ست وردات ورود يا جماعه. ورود 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 عندي وعندولا. ورود عندي وعندولا. كم سنه صار لك بلبنان عبد ال 18 سنه درست هون كل دراستي. منصوريه تعالي تعالي احسن ما تروحين تغازلين بغير بثوث. وي عبد الحميد موجود معانا. وانا الدعمات عندي اختي معليش عيوني زي غعذورين. دبل يا جماعه دبل. عم رد على الكل والله عم رد على الكل. شو عم تسالوني ليش؟ الدبل شوفونا تكبيس. خلينا ناخذ الدبل. حايج حاي عالدبل. اللي طلعت من بث حبابة ترجع. صار علا اخذت مني كم جولة. ميمة دبل 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 حبيبي والله. كفو 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 دبل لحقوا الدبل. مبروك المستوى مبروك المستوى مبروك المستوى. حيلولة الحب. هاي كم ثانك يو والله. شكرا والله شكرا والله شكرا سامري لورد الله يسعدكم. بالنسبة للعند سارة، خط سارة شو وضعه طيب؟ 36 نمرة رجلها يعني مثل الله عبالي. والله نمرة رجلي صدق. أيلول حبيبي. والله العظيم نمرة رجلي. يا جماعة 39 شندريلا مو سارة. عمري بعد سنتين. يلا يا جماعة تكبيس وشير. شكرا على الشل. بعد عيني ميمة. منصورية. عن جد شكرا عن جد. مكبسين المشيرين عشان مش مزح. والعند قفاز يرمين. حبابة خلاص حبابة ترى زهقنا. خلاص يا علا خلاص يا علا. والله حتى يا علا يه حتى اللي عندي عم بيقولوا لي ما زهقتي ما في مستوى. بس نحن خلص يا علا يعني هذه خلص يا علا اسمعها بالواقع واسمعها بالتيك توك. خلص يا علا. علا انت من الاردن؟ لا انا من سوريا. وحده نفسك بالضبط. نفسك بالضبط. من سويدا. ما عم تسمعني عم تقول اني قفاز؟ لا والله ما انتبهت ما دققت. بتقطع متي علا. فكرت فكرت اردن. بس قولي قريبه عليكم الاردن يعني. خل مثقفين يحجون بهيك هادين تحسين. حبابه انت من وين؟ من بيتنا. ما قالت شوي من شوي قالت من شوي من وين؟ قفاز. وسارة انت من وين؟ امارات ايه؟ لا الكويت. اه الكويت. قلطم قلطم سارة. لا طولي بالك خلص والله ما قصدي. من حوران حبابه؟ ولا حوران حورتي. ديرية ولي هم كنت شو ما سمعتي. بس انت عايشة انت عايشة بالدير؟ هلا؟ وين؟ وين عايشة بالدير وعندها تيك توك؟ عادي كيف باي حايج حاي هلا لا تتركون عنود حرام البنية تكلفت تضيعون هالسكور على الفاضي. الله حرام ثواني انشليت عشر ثواني عشر ثواني لا تروح خمس ثواني خمس ثواني لا تروح لا تروح جولة 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 لا تروح. يا بوري اسالك يا بوري اسالك يا بوري اسالك كفو كفو يا خلاص يا علا
ميمة العنود منصورية لب عينكم. كفو عليكم يا بنات، تستاهل يا حبابة والله. يلا احكامكم. كم سؤال سألت حبابة؟ والله ثانك يو لورد. خمسة أسئلة يا دكتور. خمس تسألي أسألهم لمين؟ أنا أسألك ياهم. تسأليني ياهم يلا. تفضل. حبابة احكميني. زين هذا برا الأسئلة، أنت مرتبط؟ لا. لا، أوكي. السؤال الأول. ها سألت شو مرتبط؟ لا يوافق جدا. طب انا قولي لي اسال واضبط يعني اني اوجه منك. لا وين مو بالكومنت سوي شيء عشان اعرف ابيري بين الكتاب. قولي يا حبابه اسالي مرتبط عجبني نظري اسالك يا اني الله يقلعك عشان افهم السؤال. اوكي السؤال الاول، لو حصل لك ان اليوم تختار شريكه حياه، شنو اهم صفه لازم تكون متواجده فيها؟ تكون ساره. يا ربي لا تكون سارة. اكتبني يا بنات دعوة 40 غريبة مستجابة. شو درسي؟ ما قلت سارة يا عبد الحميد مشكلة كمبيوتر بس اشتغل بشغلة ثانية. خلاص يا عبد خليني مذيعة بك الله يصير النص دارسة هندسة كمبيوتر بس انا مذيعة خليني سبر اول تكون سارة. الله قفوا الله الله عاد هو عيونه ملون انت عيونك عاد ثلاث ناس باقي الاحكام وما بدا من سود. حلو حلو العيون السود. جيبوا لنا بيبيات عيونهم ميكس صايره ميكس. ميكس ولا ضحى؟ جيبهم ضحى. خلاص 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 خلاص. السؤال الثاني، لو ما كنت دكتور بالقانون مين ما حبيبي والله حصل لك تغير تخصصك، شنو التخصص اللي كنت تتمنى تتخصصه؟ احمد دكتور بالقانون شيله من الحسبه. ولا مره فكرت ولا بقانين اللي بعد والله ولا مره فكرت بس مرة. يعني مثلا ممكن كنت اكون دكتور تجميل. تتوقعين ممكن حلو يصير نصيب؟ شنو برجك؟ تور. هي الجوزاء. بتفقوا تور والجوزاء؟ شنو هي جوزائية المفضله عندك؟ يتفقون خلاص اقعدي يا اكله دقيقه. شو هو يتفقون الثور والجوزاء احمد عبد الحميد؟ بتفقوا ايه تور والجوزاء. حلو حبيت كمل. شو قلتي؟ الثور معروف عنه انه يحب بطنه وايد، شنو اكلتك المفضلة؟ والله ليك ما في اكلي مفضلة بس كل شيء فيه لحم بحب يعني. لو ما كنت بلبنان وين كنت تتمنى تكون؟ بالكويت. 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 ذلك والله راح اقول بالكويت. كفو سبحان الله في ترابط تحسون بينه ترابط تحس حبابه خلص يا علي خلص تربط اعصاب تجوز هالبنيه عادينا. واضح انه حبابه بتحب ساره وبدها تخلص منها بسرعه. لا ضل عندك سؤال تساليني اياه لانه عبد الحميد ما يضيع من الايدولي. شنو السؤال اللي ناطر اسالك اياه؟ عمرك عمرك قد ايه عمرك؟ 35. لا أقولها أنت عمري غلط يا عم. يا لا رسبت يا دكتور رسبت. لازم أقول عمرك إيه؟ قولها أنت عمري. لا أنا مشان تعرف إكرام التعرف. 35 هيك. حلو حلو 35 زين. سارة يعني إحنا عندنا بسورية بعد ما خلاص اسكتي يا علا خليني أخطط. بعد ما الطفل يفوت على المدرسة بالصف الأول تأهله يروحون يسجلونه لأن أبوه يكون متشاسل يروح يسجله. يعني تلاقين عمره بالأربعينات صح عبد الحميد؟ صح إيه مزبوط صح صح. تم النصيب ودام الفرح عنا ليالي. أنا الشهر 6 الجاي عمري 38. ما شاء الله. حلو 38 حلو. ما شاء الله. إنسانة واعية ناضجة. صح. مثقفة. مو مبين ما شاء الله. إعلامية وش خلاص يا عبد. إحنا مواليد الثمانينات كذي. ما يبين علينا احنا مواليد الثمانينات عن جد هيك. شنو مطربك المفضل يا عبد الحميد؟ عمرو دياب كاظم. وقت جتنا ساره بس سياره ما تشغل الا عمرو دياب لدرجه اني سبحان الله. عن جد هيك؟ ايه ساره بتعرفي عمرو دياب؟ وتعرف عمرو دياب؟ مقابلته بعد. اوه وليه قلت بعد اقول لك ساره اللي شو دي. ما شاء الله ما شاء الله. طب انت ما حكمتي يا علا؟ انا يعني مش شايفيني بالجوله ولا اصلا علا ما حكمتني ولا حكمت حبابه يعني
الله يقلعك توهنا الحكم عنك رجعت حلو ما حكمتني خلاص يا ساره خلاص لقينا لك نصيبك لونك المفضل يا شو لونك المفضل ساره اصفر اصفر الله الاصفر انت انت ما بتعرفي كل هالحكايه عنا لساره 24 ساعة مع بعض 24 ساعة بالبرنامج عم تمدح تخلص منا وتزوجها جتنا على تركيا جتنا على تركيا رحت لها رحت لها تركيا والله العظيم قعدت عندها 18 يوم لو وعد شبدها ويت عندك بالبيت قعدتيها كمان بالبيت ما شاء الله ما شاء الله فتحتوا لايف مع بعض بنت حلال ومحترمة وأكابر ذوق مسعد البيت اللي لفيك يا ساره مسعد 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 يا خاله ام عبد الحميد حبابي مبين علي كفو يعني من الناس اللي كتير كفو بظهرك صراحه يعني صديقه صديقه وفيه والله العظيم تحب تحطني بوجه المدفع هي دائما تخليني كبشه هاتوا لنسال حبابي سؤال لا اسالها اسئله اسئله الصداقة احنا وقت كنا صغار بيقولوا لنا ان كنا نقول انت بدي اخذك رفيق مدى الحياة نعم صح دائما قايلين لبعض ايه شو رايك في هلا في هاي المقولة انه انا في هلا رفقة مدى الحياة في ايه في حياة ايه في ايه انا عندي صديقات من لما كنا بالروضة مع بعض الى هذا اليوم والله الى قبل هذا البث كنت احكي معهم بتأمني فيه انا شاهدة ما شاء الله شكرا الصراحة أنا بحس إنه هيدي الفكرة بتتغير مع الزمن في أصحاب يبعدون ولكن موجود إن خليت خربت خلاص يا كراميلا كل الدنيا تدري إنه اسمها يعني عشان هذه النظرية إيه إعلامية في شرط إذا هذه النظرية تبي يلا بس في شرط واحد عشان هالنظرية تكون صحيحة وكلامها يكون مضبوط إن ما يتمون قراب من بعض زيادة دائما يخلون مسافة هذه المسافة تحافظ على العلاقة مي مع قبالك يا قلبي ما أجوزك إن شاء الله لا أقصد صديقتك بأورفة كراميلا أنت ما تتهدفين على بيت ولا تتقعدين على سفرة ولا خرج الواحد يحكي قدامك سالفة يا قرباطية صح والله قديم عيب ما يصير هالتصرفات كلام بالواقع لا تجيبينه على السوشيال ميديا هنا شيء وغادي شيء قاعده ببيت العالم واكله وشاربه عندهم جاي تذكرين اسمائهم بالبث عيب الشوم والله جد اني شوفي ساره انا هاي الشغله ما احبها لنفرض واحد من اخوتها موجود بالبث او جوزها صح اسمك انكتب بث حبابه طيب منين يعرفونك صح ولا لا صح ما يصير صح طب قد ايش صارك تفتحي لايف حبابي تقريبا 8 شهور مثلي يعني أنا نفس الوقت تمري شهور بوجهي لأن قبل كنت صورة أحس عبد المجيد يشبه ممثل عبد الحميد عبد الحميد مجيد ترى من زمان إحنا أصدقاء كثير هيك بقلولي ليه أنا وياك على فكرة من زمان أصدقاء من زمان يعني من أول ما بلش هو ست وردات من ست أشخاص ست وردات مين ما يرتاح قلبه اللي جوز مايكل هذا بيشبه مايكل جايز ويد عبد المجيد بيشبه حدا من الممثلين بس ما بعرف مين مايكل ايه بيشبهوني لألو بس بعرفه يعني مايكل صديقي كمان بس لا ما بيشبهه يعني انا شايفه طبيعي دبل 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 ليش سكوري 21 منار وين عم تروحي وتجي ماما ايه تذكرت شو بدي اسألها شو برجك حبابي الاسد اسد ايه معتصم صح معتصم وسارة بيو امو قالت لك الجوزة جوزة جوزة, جوزة 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 والله نسيت والله العظيم نسيت الذاكرة عندي مضروبة الذاكرة مضروبة طيرت البنية من ايدك والله لك كبرت انا والله عبابي والله كبرت الحياة كبرتنا الحمد لله انا عندي نظرية ان انا ما اكبر ايه كلكم تكبرون صراحة. وانا طالعكم صراحه يعني هلا الجيل هلا كله هلا الزمن هذا ما عاد حدا فيه يبين عليه الكبر
يعني عم بشوف اشخاص عمرهم 45 سنه. لا 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 عمرهم 23 لا 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 عيال الألفين والتسعينات كلهم ما شاء الله تبارك الله تقول فاتح بيت عند احفاد ما شاء الله عليهم كلهم مش طولهم مش عرضهم ويهم اكبر من عمرهم بالعكس هذا انا اسميه جيل الوجبات. هلا علوش انت ايش قد عمرك؟ انا؟ ايه انا عمري 25 27 والله انت من عمري. لا والله مو مسوي شيء. لا ولا عملية تجميل 27 شو برجك ولا عملية تجميل من عمري ولا عملية تجميل. ليش ضحكت؟ انا برج حميد 1 مينت بليز. ليش ضحكت؟ انت مواليد مواليد التسعينات انا بشك انا 96 الموضوع. مستحيل والله 96 وعندك هيك عقل وهيك تفكير. سارة قد مواليدي 96 بيني وبينها 10 سنين بالضبط. انا مواليد والله العظيم مواليد ما شاء الله عليك. والله انا مواليد 96 ابدا شو بك عبد الحميد. او ماي جاش تينجو ضحك ضحك وقت قالت له تفكيرك يعني مبين انه اكبر بكثير من 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 عمرك. الغربة ما غيرت بشخصياتنا عبد الحميد يعني كونك سوري وكوني سورية ايه وانت تغربت وانا الغربة ما غيرت بشخصياتنا صح اي صح يعني وخصوصا جرأتك وخصوصا انه تغربنا بعيد عن اهلنا لوحدنا فصار عندنا خلاص شخصياتنا انصقلت تعلمنا تربينا وعينا كبرنا صح صح عم تحكي مظبوط. طب اذا سألتك سؤال اذا صار عمرك 90 سنه طولت العمر بعد عيني يلوموني بمحبه ساره اي لاف يو فري ماشتينج الله يجعلك من نصيب عبد الحميد قلب. طب بلكي هي ما بدها يا ساره يا اخي شكارك الدعاء يغير الاقدار بس اسكت. طيب يعني قصدي بلكي ما 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 بدها هي انت نصيب. انت مو عارف عبد الحميد انا امي لو هني قاعده كان الحين خذت حبابه وقعدت تبوسها هني وهني 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 ما انا ريت عمر البث نريد ما شاء الله ماشي. خالتي على البث عندك خالتي امي يا امي او امي كمان صارت تعرفها والعيله كلها صارت تعرفها. اقول لك جد قعدت عندنا 18 يوم بس اجت لحالها ما اجت هي وامها. لا امي وما حكين مع بعضهم تعرفوا. لا انت ما تدري ما دقت على امي قالت انتبهوا على بنتي امانه وامي تقول لها لا والله بنتي شب مقام بناتي اختي ما شاء الله. لا مو بس كذي سبحان الله الكيمياء بس عبد الحميد في خطه ان نشتري عقار انا وامي ونقعد يمهم. اي جنبنا نقعد وياهم بنفس البنايه. اي تخيل ما شاء الله الله يديم المحبه يا رب. امها امها تحبني امها تحبني كل ما تشوفها تحكي معي تقول لها سكري بوجهها عجبيه في يلا انبسطنا فيكم الله يشوفكم على خير يخلي لكم اي لاف يو اي لاف يو. وين راح ساره وين راح عبد الحميد علا تريد تروح انت وين يلا يلا يا قاعدين قاعدين الله يقول انت بتقزر بابا وبا يقشك ان شاء الله قالت وبا قالت وبا هيدي من عنا دقيقه هي من عنا اي وبا دقيقه من عنا من حلب لك من وين لا علا من سويده دارسة هندسة كمبيوتر بس أشتغل في مجال الميديا يعني أقدم وين برامج. وين عم تشتغلي هلا سارة بأي تلفزيون؟ الـ ATV العدالة بالكويت قطاع خاص مو بالوزارة. هربت من الحكم صحيح ما حكمنا ولا ما حكم والسارة ليه ما تتهاونين بالأحكام؟ شنو تهاونت؟ مو قلنا لك إذا طلع معنا شب حلو لا تحكمين وبش يصير من نصيبك وذا بنية ابطشي بيها. طيب انت بس على فكره ساره بتلعب انت بتلعبي احكام ايه ساره؟ ايه بس خفيت عن قبل يعني مش شفت قبل. لا ممنوع ساره من يوم رايح تنفذ اي مواليد 86 ايش فيكم مصدقين ورب الكعبه مواليد 86 والوجه ينطي اكبر يعني ما شاء الله يقول مستحيل عمري انت ما تحطين فلتر والله ما بتحطي فلتر و حياك الله تنورني وانت وانت عاطي هذا الكبر لك يعني انت حدا كلامه هي متقمصه شخصيه حبابه ايه 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 هي عن جد متقمصه هيك شخصيتك وحدا كبير يعني ما هو حدا صغير وطريقه تعبيرها وحكيها و... اي سؤال يا جماعه اي سؤال شهر كم ساره شهر 6 19 6 اذا كان اذا كان عمرك 90 حبابه ايه اذا كان عمرك 90 سنه بتحبي وصح لك الاختيار انك تختاري عقل 30 او جسم 30 شو بتختاري؟
عقل 30 او جسم 30؟ ايه جسم 30، لان انا ما وصلت لعمر التسعين الا قلب 30. جسم 30 لانه عقل لا 90 ما وصلت له بقلب 30 بسهوله. احس كل سنه بعمر البني ادم يستفاد منها. ساره قلب 30 ما في ما بعقل 30 لانه ما يوازي عقل 90 اكيد. الحمد لله احنا عائلتنا ما فينا زهايمر، ما فينا امراض يعني. ف يعني لاخر ايامهم شيباننا ما شاء الله على ذاكرتهم يعني جسم جسم يا ربي يميمه جوزك وافرح بيك. مسؤوليتي انا احافظ عليه، فمسؤوليتي انا، فما راح اتمنى ان انا اكون بجسم اخر. بس قلبي ابي يتم قلب 30، ما ابي قلبي يكبر. ليش؟ ابي احب الحياه، ابي احب اعيش، ابي احب الدنيا، ابي احب الناس، ابي احب كل شيء، ابي احب حالي. فلما قلبي يكون هاي هاي جودي هاي جودي لو ما خلصتي مكياج ما شاء الله جودي انتي نسخه الكربونيه من روبي. عنجد بتشبهها؟ اي والله بتشبهها. عنجد الحمد لله روبي كثير حلوه يعني ما شاء الله. اي لا جيز والله بس روبي افتح منها، هي مبينه. لا 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 روبي اغمق. لا روبي اغمق. انا هلا حاطه ميك اب اصلا. عبد الحميد تجرح روبي اغمق. شكرا كثير خجل هي السمرة يا عبد الحميد يا عم. لا عن جد والله عم بقول لك انه اسمر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص يا اي حط علم الكويت خلاص شو بيك ما حط طلب منك رايك. بسم الله على روبي، بسم الله على قلبك حبيبتي. ايش بيها بنتنا؟ لا والله العظيم فصل من روبي 10 يا حبيبتي. ايش عرفك انت روبي ام البسكليت؟ ايش عرفك؟ لانه طلعت معي قبل بمره حباب على هيك بتعرف انه انا من وين. ايه من بيناتنا. اهلا يا برنسيسا. انتوا من وين؟ انا من الكويت. تشرفنا. من سوريا انا. تشرفنا. ولك ايه عمي نحن جماعة شحاذين، تمام؟ إذا حابة تنضم لجروب الشحاذين تجي معانا. امسح الشاشة. نو بروبلم حبيبتي، الشغل مو عيب. تكبيس. علي شلون؟ تكبيس. 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 تكبيس تكبيس وشيري. الله لا يحطني مكان اللي دزيتي للفويس. عن جد هزأته. الله يقدرك على فعل الخير خيه. يا جماعة يوه أبي أسوي لك فولو يا جودي، وصلت 10,000 لازم أمسح. حبيبي أكثر حدا أكثر حدا بتحبي تلعبي معه على التيك توك مين؟ سارة. لا تشذبين حنوش. هاي غيرتك. ما عم نسوان أني ما أحبها. أنتِ طيب. حنوش تعرفين نفسك؟ انه نحب القسط مع بعض والناس حبونا مع بعض فخلص اقعد. مين هي حنوش؟ حنوش الشاعره اللي تقول ما تعرفها حنوش اللي تلقي قصائد يمكن عندي اياها عراقيه لبنانيه ما بعرف. تطلع بصوره مو مو لا 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 تطلع بوجهها بربر حبيبي قلبي بربر. طيب واكثر ناس تكرهيون على التيك توك؟ ما في انسجام بينك وبينهم؟ ما في انسجام اي بس ما تكره هي مين ما تكره. مثلا ما في انسجام الحين تقول منو اللي ما في انسجام منو ما في انسجام بينك وبينه بالتيك توك او انه ما تحبينه ما تحبين تكلمينه؟ شوف عبد الحميد انا من الناس اللي يمكن مسح يكون ثقيل شوي تمام بس للناس اللي امون عليها للناس اللي يصير بيناتنا كيمياء احنا بهذا البرنامج لا نضحك على بعض طالعين مشان نستفاد صح؟ صح طبعا وبنفس الوقت ما احنا مضطرين نتحمل ناس اهلهم ومتحملينهم فاليوم لما اطلع معاك ونضحك ونمزح ضمن الاصول وضمن الادب هذا مو شيء غلط ما هو بالشيء الغلط صح. ففي ناس تشخصن الموضوع تمام في ناس لعبتها الشخصنه انا ما احب الشخصنه ففي ناس لما طلعت معاها صاروا يتعدون حدودهم بالكلام انا ما احب حدا يتعدى حدوده معي مين؟ بالكلام مين اشخاص كثيرين بنات او شباب لا بنات الأغلبية بنات شباب لا ما حتى بنات صاروا يتعدوا الحدود مع بعض يعني شوف مؤخرا بإنسانة رغم أنه ما صار تاتش بيناتنا لعبنا جولات والأمور شغلة طبيعية فلما نزلت من عندها لقيتها قاعدة تحكي علي وكلام بشع للأمانة أنا ما ناسيني كانت رين ولدرجة أنه الناس اللي تطلع معاهم يسألونها عني فتحكي عني بطريقة سيئة هي أخذتها من باب مزح هو مو مزح أبداً أنا ما شفت المزح بملامح وجهها
كانت فكرة هذا الليلي المزوحة فما حبيت اي فما حبيت انا ما احب اذكر اسماء وهي صار كم مرة يعني انا اوح على هاي النقطة هاي البني آدمة ما صار بينها تاتش وجه لوجه بس اسلوبها معي كان مو محترم ولما نزلت من عندها حكيت عني كلام غير لائق فما حبيت كل انسان بيعبر عن نفسه عرفت علي كل إنسان بيعبر عن نفسه وتربيته وسوسن بدر بعد مو بس روبي مين سوسن بدر ما بعرف عادة متفكر مين مشبه أنا متفكر مين تشبه سوسن بدر مين كانت الممثلة المصرية جودي الحب إيه جودي بابا كيفك اليوم يا بابا شو أخبارك يا بابا طمنا عنك اليوم كيف سارة ساكنة بالكويت؟ ايه أنا كويتي وساكنة بالكويت أنا كتير شو بتعملين؟ حياتك شو درست واشتغلت قبل؟ أما هلا يعني ايه شو بتعملي هلا بحياتك؟ هلا مذيعة إنه بالميديا بالإعلام بس قبل لا كنت مساعد مهندس كمبيوتر بوزارة التربية العمل ايه؟ شو صاير يا بابا؟ شو عشو؟ عم بحكي هون مع حدا بالكومنت شو صاير معك ليه؟ شو بتعمل بحياتك؟ انا دكتور ومذيع ما لك علاقه بساره ما لك على شو ولي امرها انت على ذمتك هي سبعك بدنا بيت شعر ساره بليز بيت شعر جودي وين ساكنه؟ انا ساكنه بالمانيا والله يس جودي حسيت مثقفه ما ادري سبحان الله شو تروحين للبني ادم انك مثقفه دارسه انت جودي انا كنت عم بدرس اقتصاد بس انا على المانيا ما كملت للأسف شنو هسه تشتغلين شنو تسوين بحياتك انا بشتغل هلا بالميك اب يعني بعمل ميك اب للعالم وبنفس الوقت شو اسمه في ناس بالمانيا ايه في كتير كتير صالون فاتحه ولا بالبيت لا بالبيت يا حلو. يا برايفت يا هن بيجوا لعندي انا بروح لعندهم وكمان على الانستغرام انه بتعامل مع شركات بالاعلانات وهيك حلو برافو بس امورك منيحه يعني بابا شو عبد الحميد عندك مشكله لا لا عم بحكي هون كومنت عم برد على كومنت موفقة يا رب يا جودي حبيبات كثير لكم وانتم كمان موفقين وحاولي تسعين في موضوع انك تكملين يعني أيوة. بسايد الفريلانس جوب اللي قاعد تسوينه اكيد اكيد اسعي انك تكملين انا حتى على اللايفات الجديدة يعني صار لي شي 5 أيام بفتح حبيبتي لك. جودي تسعين كل خير والله لان موضوع انك تدرسين اقتصاد ممتاز يعني خاصة بالاوقات القادمة حلو يعني كسوق عمل ممكن تكونين هو ايه عن جد كتير مفيد وخاصة هلأ وقت الاي تي وقت الاقتصاد وقت الماركتينج فهدول الاشياء مهمة بزمننا هلأ وان شاء الله يعني انا بتمنى انه شو ما كنت عم بعمل على السوشيال ميديا انه هذا الشغل اقدر انقله على ارض الواقع لانه بالنهاية هذا الشيء ما بيدوم صح بس انت شوفي وراكي حاسس في وراكي فساتين شيء اوكي تياب هون تشتغلي بتياب كمان؟ يعني بما اني على الانستغرام بشتغل مع شركات تياب فبعرض تياب كمان حلو 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 حبيت برافو الله يوفقك تمكيجين عرايس؟ شو؟ تمكيجين عرايس؟ اي بمكيج عرايس عندي سؤال حبايبنا يبازرن؟ يعني بيبازروا لدرجة انه ممكن يبازروني على 5 يورو لهي الدرجة امان شاء الله شو تسوين إذا بازرني؟ شوفي هلأ بالأول كان موضوع صعب وخاصة إنه أنا إنسانة ما كنت بعرف أقول لا عرفتي؟ يعني كتير صعب إنه وبخجل كتير بخجل كتير فكنت أقول إنه يلا إتس أوكي وهيك بس وقت بتشوف الزبونة هي أول شيء متفقة قبل ما أروح لعندها تتجوز مستخسرة تدفع 5 يورو يا ويلك شو من الله شو رح تطلقين ثاني نهار على فكرة الأجانب كتير بخيلين ما تفكرين أي أجانب حبايب الأجانب العرب بناتنا ريبازرن بالعكس على فكرة أوكي الأجانب بخيلين بس وقت أنت هن بيعرفوا إنه هن جايين على الميك أب أرتست بيروحوا بيدفعوا وفوق منا بيعطوك تيبس كمان والله عالين بس بشكل عام الالمان عندنا شوي بخلا اما بالنسبه للعرب بتكون مليانه ذهب بس بنفس الوقت تقعد بتواصل هي خيتي شلو الذهب شلو الذهب تاخذين معها على اخر تظلك عقبك ما ظلت عقبه الحلوين
اي والله انا قلتيها قبل ما اطلع بس انا اعطيتك سعري من قبل ما اوصل لعندك ما تخلصي الميك اب وبعدين تقولي لي خلي نزلي لي 5 يورو هي ال 5 يورو ما لها قيمه بس طبعا جودي جودي كل العرب ولا قصدك انه بعض لا اكيد العرب. بعض ما فينا نعمم لانه التعميم هي صفه مو حلوه وما نعم صفه الجاهلين اكيد طب جودي والله جد يعني بنات على 5 يورو تقعدين تبازرين الاثنين 27 و7 شدوا لناكم شدوا ما في والله العظيم بنات على 5 يورو راح تتجوزين الزلمه حاطه الفوقاوه جوا 5 يورو كانت قطي ترى تلاقين خطيبها او جوزها عاطيها المبلغ كامل بس تحب تنشل بس شوف انا اخذت لك البازار من السين بتكون قايلت له الدبل بس هي اكلت هاي بس انت اوكي في عالم هيك كان عندي صالون انا صالون تجميل نسائي لما تدش الكويتية عندي تكاسر وتكاسر كذي على مبالغ بسيطة يعني وانتي تدرين مثلا حاجب ما اعرف ايش اشياء بسيطة هذه ما تكلف يعني تناتيش تكاسر فيها بس خلي تدش مثلا اجنبية او جنسية عربية او جنسية اسيوية او جنسية whatever لان انا كان مكان صالوني بالسالمية وارد مقيمين وهو فاذا دشت الاجنبية تدفع وتعطي تبس للعاملات تماما البلد اللي معاها ما تكاسر ومعن يعني عرفتي لو شخص ما معه بتفكري بالموضوع بس معن تعرفي لو انت مو عربية ما كسرتش لا اي تماما لو سارة انت جيتي علينا بحياتك شفتيني اكاسر لا انا علمتك تكاسرين ما كاسر عادي والله انا علمتها تكاسر قلت لها من السنة انك تكاسرين كاسرة عادي مو غلط ولا عيب عادي خلي نزلت بالسعر عشان مش عز الله ما صدق بس السعيديه حبيبي السوق يعني بالسوق اذا مثلا جايب تشتري شغله انه اي كاسر كفو يا سيام شكرا انا بس على خدمه على خدمه ما بتكاسري خلاص السعر واحد تماما انا ما علم كاسره بس مثلا العالم اللي بتشتغل على البسطات يعني العالم البسيطه فضل انه هنن هيك الشيء بابا الشيء يا شو ما قاعده ببيتكم الشيء المادي لما تشترين براس ماله انت دارس اقتصاد راح تفهميني الشيء المادي لما تشترين براس ماله مينيموم يعني تضعفين سعره ثلاث مرات مينيموم ثلاث مرات فاذا بتكاسرين بينزل لك ضعف من هالثلاثه فهو ربحان بالنهايه فهمت امون ويلكم صحيح لا المكاسر احيانا فيه هاي بس انه اشياء شو انا قلت بناتنا يكاسر انا شو ما زعلتين الكواشياشة قعدات عندي بالتعليقات من حجة سارة مسكينات انبلقتن وكعبتن ينجح يا ابتهالي ربي كعبة كاسرين انتو خلاص يا سيدي المكاسرة شي منيح على فكرة المكاسرة والله شي زين عادي بس انا كنت قاعد اقول شغلة سارة انت واحد تركي ما يفهم عليك عربي كاسرتي مو كل المحلات بتكاسري فيها ما فيك كل المحلات تكاسري تماما خلاص بنات ليش كذا تسوون معي احرجتيني قدام اصدقائي يعني انا مثلا الحلاق ما بكاسره في السعر قديش بتاخذ وخصوم وكذا يعني خلاص يعني البنات راح يفهموني اللي عندك الحين بيقولون شنو تكاسري ايه تيني تبي تصبغ شعرها من اسود لاشقر رمادي كم تاخذين عليها هذه؟ اقول لها مثلا 200 والله ايش دعوه 200 والله ايش دعوه ما بسحب لون على يومين من اسود حيله بس نربح الجوله شنو في؟ كثير صعب يروح الاسود والله 200 وايد 200 وانزل لها 100 خلص انت وياه خلص عاد ما حد فتح صالونات الا انت طب احترم من هالوليد القاعد قاعدات تحكين عن صبغه ومكياج وما يصير اكلنا بهدله قالوا لي بتعرفي تقولي شعر سارة مين سعيدية يا اخي انتي وسيرين يا اخي هاي بيفرق مش تنقلكم سارة بس صدق كل شيء الناس بيقولوا لنا طب سمعينا شي شعر ده دوك تحكي معاه تتغير نبرة صوتك ايش قلب تشدي حالك لا ما بي اقرا الشعر سارة ما تقول شعر عبد الحميد من اللي قال لك بابا كثير ما قال هني قالوا هون بالكومنت كل شيء تقرا بالكومنت تصدقوا بعدين انت ما جبت سكور حكم شو السكور الجايبات تدور حكم ليش سويت بينا عبد الحميد عبالنا نسمع شعر طيب ما اريد نسمع شعر ترى بتحكي شعر يعني يعني بيقولوا لي كثير بتقول شعر حلو ما تكذب كثير جيبوا لنا 2000 لحتى نحك ما تقول شعر وعم بيحلفوا بربهم وعم بيعرفوا بصلاتهم وعم بيعرفوا انه انت بتقول شعر متابعين 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 جبت بزر جبت بزر لا 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 لا, لا, لا أمان أبوس إيد أمه تشيل البزر حبابة عرسي قرر نيا ما
يحفظون عليها رجال. سوي عيني جودي بس لا تبازرينها، لا تبازرينها جوزك منطي شميسيورو على المكياج، تروحين تنطينها 95 للبنيه هلا بنحكمها، شو تامن مستقبلها على حسابك؟ بس انت لا هو هي بتقول له هي بتقول له لجوزها انه انا راح اخذ 200، هي بتاخذ لحالها شو بلص 100 اي قطاطه تحبها بنعرفها، هي بتاخذ 95 وبتاخذ لحالها 105. جوزي بخيل شو اعمل طلقين. الحل الابسط شو هي ريما؟ فمس بوقي حلال ترى بس ينام، مد ايدك على جيبته يلا كبسه 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 اسرع كبسه تكبيس اسرع ما لا لا حلال صدق بالدين حلال المره تفوق زوجها عادي. حطي فرتل بالله ما اريد احط فرتل بنات كبسوا على الشاشه يلا اسالونا اسئله تكبيس. عميقه كمان جاوب عليها بتكون أسئلة عميقة؟ إيه إيه فلسفية طيب. فلسفية. طيب. شيل شيل البزرة شيل البزرة. إيه حطها حرارتي بالبزرة. وشيل البزرة الوليد الولد غمزت السنارة عندي شيل. كراميلا تقول لك تكفين بالله الله يخليك يا حبابة شيل الكتم. شكرا شكرا. كراميلا والله ما ينشال الكتم عني تواني بنت أبوي. يلا. تجين تكتبين أسماء بنات العالم عندي بالبيت. شي مرة تظاهرتي بالسعادة؟ شي مرة تظاهرتي بالسعادة وانت منك سعيدة؟ اغلب الاحيان نعم. شو اكتر الشيء اللي بخوفك؟ السلبية الاشياء السلبية اللي بتقطع بحياتك بتخوفك وهيك؟ شغلات تخوفني سلبية؟ مو خوف. ما تقولي ما في شيء بخوفك. اخاف اني اخسر نفسي بيوم من الايام. أجهدها 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 لحد ما صحتك أخسرها. صحتك يعني صحتك نفسي نفسي بعيد مو بس الصحة النفس يعني النفس أحيانا وقت تتوهها بالأفكار وتشتتها وتعذبها زيادة وتعلقها بناس غلط ومشاعر غلط وتهلكها أحيانا تضيع منك فإذا ضاعت نفس البني آدم خلاص بس انتهى. حلو حالك ما عاد تشبه حالك. سارة شو 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 هي الأشياء اللي كمان نفس الشيء؟ أخاف من أرذل العمر. من؟ أرذل العمر لما توصل أوكي. مرحلة من العمر أنك تحتاج أحد يحط اللقمة بحلجك ويوديك عزك الله للتويلت ولا أنه هو يحممك ولا أنه يشيلك ويحطك يعني هذا أكثر شيء ما أبي أوصل. حلو طيب شو في شيء كنت تأمني فيه طول حياتك وبعدين تغير ما عاد تأمني فيه؟ إن الناس تدوم. حبابي دقيقة بس بالله هلا هلا بسألها إيه الناس ما تدوم يا جماعة إيش فيكم صدق؟ ريلول علقي عندي الناس تجي وتروح يعني شنو شنو السؤال؟ شو الشيء اللي كنت بتأمني فيه طول حياتك وبعدين هلأ ما عاد تأمني فيه؟ بتغير يعني هلأ ما عاد تأمني فيه؟ يعني رتويت على كلام سارة الأغلب يعني أنه الناس تدوم وبعدها لأ. طيب ماذا لو عاد معتذرا؟ شو قؤثمه؟ لا هيك عم تقولوا لي الا الحكي هذا يا محتالين بس عندي تعليق واحد حنين تقولين ان ساره شنو قاعده تتفلسف انت تعرفين شنو يعني ارض للعمر؟ ارض للعمر اللي انت واصلتي له بعمر العشرينات اللي انت انسانه وانت فهمانه ولا انت فقانه بالشيء اللي قاعدين قال قدامك ولا مستوعبتي عرفتي علي شلون هذا هذا الفلسفه اللي قاعده تقولها ساره فحاولي توصلين هذا المستوى من الفلسفه لو سمحتي لانه احنا نحتاج هاي الفلسفه بالوقت الحالي سبعج سبع عثمج انت والتربانه اللي لابستي ربط نصار ابن عريبي قد ايه راضيه عن حياتك ساره؟ كل الرضا الحمد لله. قديش حققتي من احلامك؟ 0% 0%؟ ما حلم بلا مزح ما في ولا حلم حققتي؟ ما عندي احلام انا ما حلم. ليه؟ كيف؟ لان عمر الحلم ما يكون واقع. العكس 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 دائما الحلم بيكون الواقع احلى. حبابه شو رايك انت بالكلام اللي قالته ساره؟
سارة دائما يعني بما أنه أنا وياها التقينا على أرض الواقع وقعدنا وحكينا وتناقشنا بمواضيع يعني ليش البث مقيد ليش؟ مين بلغ هيدي بلغت عليك هيدي هاي حنين بلغتي سبع شحنين بلغت عليك هاي أجدد بثي وأجيكم أي يلا